الجزائر وحماوها ودمروا فرنسا ودمروا الحلف الاطلسي المغربي حنا عشان ربي حنا باش حمينا هذا الوطن في التسعينات. اليوم رانا رمينا رميه الكلاب وخدنا لحم ورمينا عظام. اليوم يجيو ربعه والله من خمسه من الناس يديروا جمعيه في نهاية العقد في إجراء تدريبي في
المهم زوينه. وحنا غالي انا كنت في التسعينات كنت ندير دوموند باش نخرج باش نخرج كرهنا من الكاسكيطه كنت تقول لي ما تخرجش وحكمت عليها 15 يوم عاد وقلت لي ما تخرجش ومن بعد كي ما خرجش ومن بعد كي خرجت المشاكل ومن بعد وليت تقول لي روحوا خرجوا تنقد لي واش يسمى هذا؟ يسمى تلعب دوبينا هذه تلاعبات هذه تلاعبات انا كنت على بالي بلي 15 سنه ونخرج عن طريق ها ومن بعد كي خرجت انا في البلاد ومن بعد وليت نسمع بلي كاينه لانطريت علاه ما كنتش حلفني بها من قبل انا هذه كنت في التسعينات كنت نسمع على بالي فيها واو هذا اللقاء ما هو الا بدايه لما هو قادم انا حقرا ما نشتكتين عليها انا شعرت نوسبروك في المهيكا قلبنا عينا هذا المشطوبين كامل فايت 40 سنه وكتر واحد تسويه إيه هذه موش خير مني او بلا فايت تاعو في التامين تاعو انا غير قلت الجزائر مانيش قلت ليبيا ولا نيجر ولا مالي ولا كنت نحارب على البلاد هذه تعطيني عقلك وهذا كان مشطوبين هذا كان يسالوني الجزائر راهي غالية وعزيزة علينا الجزائر راهي غالية وعزيزة رانا نقول لك رانا ولادك اعطينا حقنا رانا ولاد الجزائر مش السلام عليكم كلمة أخيرة كلمة أخيرة هذه راهي البداية برك هذه راهي البداية برك ورانا كل خطرة وبيدين إن شاء الله بإذن الله جاية كونوا يصير العلم ونوجهوا رسالة السيد رئيس الجمهورية إلا كان في بيتنا طلقت الوعود وقلت في بيتنا راي ولادة راي ولاية توزن كلمة فيها أطنان خجلة منها تكال الأطنان رسالتي الأخيرة خوتي المشطوبين على كل مستوى الوطن لموا بعضك خوتنا راهم يموتوا خوتنا راهم يموتوا وبركاتهم الناس اللي نديروا لي لايف هذه الولاية ولاية أول رصاصة ولاية معروفة بالتاريخ تاعها خشنة أول رصاصة ولاية الرجال ولاية الشهداء أخرج من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة القاضي الأول في البلاد يفتح هذا الملف تاع تاع المشطوبين الجيش زويت هذا الملف تاع مشطوبين الجيش بدون استثناء يا عمي تبون يعني ما كانش من هنا ما علمكش بلي على مشطوبين راهو صارينا كيما ما كانش من هنا ما كنتش تشوف جماعه العام جمعت الموت يستاهلوا على كل حال خلصتوه كيف هما كانوا ضحيوا على البلاد احنا ما كناش ضحيوا على البلاد ها جمعت الشباب هذي في ظرف شهرين خلصتوهم كل وانا بزر مليان الف ولا ما خلصتوهم احنا كان مشطوبين يعني ما كانش منها ما كنتش تشوف فينا ما كانش منها ما على بالكش بينا وعلى بالك بينا وسوينا احنا
حنا ما انا ما انا شراويين ناويين غير الخير للبلاد هذه. وتحيا الجزائر، تحيا الجزائر، وتحيا الجزائر. مازلنا نحبوا الوطن تاعنا، ومازلنا غيورين على الوطن، وما كانش حتى واحد يتزايد علينا بالروح الوطنيه. الوطن هذا نفتوه بعمرنا احنا قبل ما يتقاس الوطن هذا. بصح نطلب من رئيس الجمهوريه عبد المجيد التبون، القائد الاعلى للقوات المسلحه، القاضي الاول في البلاد، سويت هذا الملف نتاع محاربي العشريه السوداء بصفه عامه، ونطلب كل مشطوب من صفوف الجيش الوطني